قصة الفنانة زينب وهبي سنة 1982 هي أكتر قصة بتوضح فكرة العالم الموازي أو الإسقاط النجمي زي ما ناس كتير بتحب تقول أو العالم الآخر. يلا نشوف. 1982 الفنانة زينب وهبي داخلة غرفة العمليات علشان تلد مولودها التاني. دخلت غرفة العمليات والأمور مستقرة جدا ومفيش أي حاجة، وكل الكلام ده على لسان الفنانة زينب وهبي. ولما دخلت غرفة العمليات مساعد الدكتور جه واقف جنبها وبيطمن عليها، فهي بتقوله انها مش حاسة بأي حاجة من ألام الولادة. فقال لها المفروض ان شاء الله الموضوع يكون كويس وبتاعها، ومرة واحدة حست انها زي اغمى عليها او ما حستش بحاجة. لقت نفسها بتطير من مكانها لسقف غرفة العمليات اللي هي فيها، وشايفة مساعد الدكتور واقف جنبها وهو منهار ومش عارف يعمل ايه، وشايفاه وهو بيخرج من غرفة العمليات بيروح لغرفة الدكتور نفسه بقى اللي هو المفروض كان يعني العمليات تجهز له يعني، وبلغوا ان حصلت مشكلة. هي كل ده شايفاه من فوق، جم بسرعة دخل غرفة العمليات وهي سمع الدكتور بتاعها وهو بيقول للمساعد بتاعه عملت ايه بالظبط، عملت فيها ايه وبتاع. المهم مرة واحدة هي بدأت تطير وبدأت تخرج خارج غرفة العمليات وخارج المستشفى بشكل عام، وفجأة لقيت نفسها شايفة مصر من فوق كأنها درون. عارفين الطيارة الدرون دي؟ هي كأنها درون شايفة مصر من فوق وشايفة كل حاجة. وراحت الزمالك كمان وشافت ابنها الأول اللي هو كان في البيت وشافته لابس ايه وكان بيجهز ازاي، وبعدين طارت تاني لحد اللوكيشن اللي كان جوزها فيه بيصور فيلم مع الفنانة رغدة على أسطح أحد البيوت. كملت الطيران لحد ما لقيت نفسها دخلت في نفق مظلم ما عندهاش اي كنترول على نفسها، مش قادرة تتحكم في حاجة، هي بتتشقلب جوه النفق ده جامد جدا، وهي عمالة تتشقلب وبتوصف حالتها في الوقت ده انها مش حاسة بخوف او مش حاسة باي حاجة، هي بتتصرف طبيعي وبتتحرك طبيعي وما عندهاش ازمة من اللي هي شايفها. وبعدين لقت في اخر النفق والدتها الله يرحمها، كانت والدتها اوريدي متوفيه، فاول ما شافتها كانت سعيده جدا، وعلى حسب وصف الفنانه زينب وهبي ان ورا والدتها كان في نور جامد جدا منور المكان، وبعدين هي جريت عليها يعني جريت على والدتها عشان تحضنها، فوالدتها بدل ما تحضنها زقتها تاني يعني كانها بترجع تاني، وصوتها بدا يبعد عنها كتير جدا لانها في التوقيت ده كانت بترجع تاني من نفس النفق، وطبعا مفيش برده كنترول على جسمها خالص، فهي بتتدحرج او بتتشقلب كده جوه النفق بس برضو مش حاسه بحاجه. وسمعت صوت مامتها بعيد جدا عمال يتلاشى كده وهي بتقول لها لسه بدري يا زينب. وهي راجعه كمان قالت انها شافت شريط حياتها بالكامل من سن 3 سنين لحد السن اللي كانت فيه، وكانه بيمر قدامها في فيلم سينما كبير. ومره واحده حست بهبده جامده جدا بتفتح عينيها، على حسب ما بتقول لقت الدكتور والممرضين والناس واقفين بيعيطوا في ايه، قالوا لها انت ايه اللي في ايه اللي حصل، قالت لهم طب انا خلفت ايه، فقالوا لها ولد، طب ايه اللي حصل انتوا بتعيطوا ليه، فما كانش حد فيهم مصدق اللي حصل، وهي ما كانتش حاسه خالص باي حاجه، هي كانت في الحاله اللي هي فيها دي. بعد ما فاقت وخرجت وبدأت تحكي كان تقريبا اللي هي بتقوله بالظبط هو اللي كان بيدور ساعتها، يعني ابنها فعلا كان في البيت في الوقت ده وكان لابس الطقم اللي هي وصفته، وجوزها كان بيصور في المشهد ده تحديدا مع الفنانة رغدة، وان هي حست انها شافت امها بجد. ولكن الاحساس الغريب عند الفنانة زينب وهبي انها ما كانش عندها اي احساس اثناء يعني الرحلة اللي عاشتها دي بالخوف على ابنها او على جوزها، وان كانت اكتر حاجه عجبها انها او اكتر حاجه يعني مبسوطه بيها انها شافت والدتها. القصه دي من سنه 1982 والفنانه زينب وهبي ما بتحبش تقولها كتير او ما بتحبش تحكي تفاصيلها لانها بتتاثر جدا لما بتحكيها. الموضوع هنا بالنسبه لي مش مختلف كتير عن القصص اللي فاتت، فكره ان الشخص بيوصف فعلا نفس الحاله اللي معظم الشخصيات او معظم الناس اللي جالهم الحاله دي نفس السيناريو تقريبا بيوصفوه شبه بعضه، فده معناه انها في حياه اوريدي فيها الكلام ده او في عالم فيه الكلام ده، بغض النظر عن اسمه اسقاط نجمي او ان ده سفر او ده كذا، الفكره كلها ان هي كلها ظواهر كونيه. انا بالنسبه لي هي مجرد ظاهره غريبه ولكن تستحق التفكير. سلام عليكم.